شيخ عبد الله عمر عبد الدوله مولاه حرون الدار والطوبه ايا اوغو هورنتي وكلا دردار مقف والبو يول كيس هيكسنيسا انو سن اده انت كلا اساقيسا اي كلا هبصد وحا او ودو ما داما لقاو سميا ربطانك اي بدع اجيتك اللو ودا حدين اي اه انسو فنو ترد اي كده هانتاي لوغو اديغا شعبك الصومالي تاسي او بدلكيد اي كوسي فوبين حقانا ذا قار اي علاجة دا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصلي وسلم على رسول الكريم سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلام عليه ان الهي بام الله سبحانه وتعالى ان لما ولا لها مسلمين تا يدفع عالم كاكون نول خاصة نومد الصوماليات ان وانا اذا السلام ان شاء الله تعالى وحنا يقول سلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وحرب دور قضب من ربائنا نلكن عن مسلمين تمارتي عن كويسيو خاصة أمد الصوماليات لدى لدعية حنون ذا نفساني أما الروحي قالوا يغانو هذي نغطو إشا هذي نغطو السحر كادو نغطو جين كادو نغطو حسد كاينتبا يو مسلمين دي وحلمتك فرينتا كواد عن دري وحاوي وحكو السعوتا ضدك معالجين تا ضدك علاجينية وحالي أول هرتي الله سبحانه وتعالى أن كبغنو هل دون بوضع صارنا هاي دون تأيضا أنا هل قفوا كم إذا دو كعيارو أنا قرن بين سامين إسا لباطة سوغرت دون تأ مركا هل وذاد العلاجة لباطة وصميو أما فكر كيسا أما نيدي سأي خلداناتو حقيقة وحيد داوع وقيسا كرتا ضدك ضدك علاجين يقرن بين داوع وقيسا كرتا صادرت مركا وحان لي أولا إله سبحانه وتعالى كبغنو ما دام يكرهوا حيتها وحن أركي يا مالي والبو إن وذات علا ومعالجة وذات كلا كود جن وذات كلا بكود جنيا على يا مركا إن أول أمر تهلم الرسول صبي يشرب طاقة إنه مد الله نحريس يرحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء إنه مد الله نحريسته نحريس تمرك الله أركو إله سبحانه وتعالى ونحريس هذا أركو نيد هذا يض قلبي أو نظيف كإلهي أركو أدنى إله سبحانه وتعالى بكون نحريسنا عز وجل وحرب أمرك أول إنه مد الله نحريسته إن لماننا ضدك معالجته وحن كلها دردار مياه نيدو ذا إني السحان نيدو ذا إني السحان حقدك يحمها يحاسن ماذا قلبي وكجرتيني كساران حسد داوين إسا هذه أذيك الغوار كحسد نوحا لما يتاعي ننكي ديفك كداعي كنيكا وريتشين يرطهي ان هيرغو غورو يا اسغان هيرغو هاي دلع كلا شيق ايا شاعي ور اي كفر حيان ددك ديباتاي سدا وودن قرشاد كير اي هلكا دولار اه اسلا ماركا لو قورام جيرن اسغونا غبي هما ميشا كسار شلمات كير اي بلشدا لو قد ميجري بيشانو دان ولو دماتك بيش هور او فري ارينكاس ايو ماركا لا شاعي ان لعق لان لو قابل قران لو سار اي بلشدا الا دماتك بيش هايو او باق بلشدا ان اي كفايديسان قفل بودن عافات كسو غش دار توب يا شيقدا ان هبا يراتي واخ دقالا لو خري دونين waxaan kala raayay in ma aragtay baaqaan u jeediyo umada muslimiinta ee kala duwan ee dafa caalamka ku nool ee maadaama safar igu soo food leh oo aan doonayo insha Allah taala inaan ku tago ee gobolka gedo baan waxaan jecelaysay maadaama dad badan oo Soomaaliyeed ee meelo kala duwan ka yimid magaalada Muqdisho Ilaahay tufta iyo tahriishadu aqbalay xaqiiqatan waxaan oran karaa ee tuftaas Ilaahay uu aqbalay Ilaahay ku caafiyay ee waxa lagu helay ducadii bukaanada ee xaqiiqatan noo duceynayay iyo naxariistan u sameeyayne waxaan rabaa marka in sida dadkaas Ilaahay tufta ugu aqbalay Ilaahay ugu caafiyay inuu Ilaahay dadka kale aan u socdo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala caafimaadka oo soo tiiga dhigo taana waxaan ku heli karaa ducadiina baan ku heli karaa insha Allah ta'ala waxaan idin ka codsanayaa marka awal horta ducada idin ka codsanayaa thaniyan mid labaad naxariistii aniga aan umada u naxariisanayay baan rabaa inta safarkayga uu ka dhiman yahay inaan si laba jabaaro waxaan hore u cilaamiyay shan ila tan ka bisha sagaalad in shaqada aan ka bilaabi doono gobolka gedo insha Allah taala waxaan jecelaystay ducada walaalaha muslimiinta baan jecelaystay inay ii duceeyaan si dadka Ilaah subhanahu wa taala cadawga ku jira jirkooda Ilaahay guulo badan uu iiga soo siiyo saadarteed waxaan go'aan ku gaaray maanta ay tahay 29 ka bisha jeedaad 2020 ka laga bilaabo ilaa laga gaaro safarkayga am ila aanay aan ka baxo in ma aragtay ay noqon doonto xarunta quraan saarka lacag la aan inay noqon doonto insha Allah taala halkii dowlad dadka laga qaadahay isaga laftirkiisii waan ka daay naxariistii baan ma aragtaa ummada u naxariisanay hadana si fugeeyo ma aragtay si balaariyo insha Allah taala safarkigeen wuxuu ku aadan yahay bisha 9aad dabyaaqadeeda dhamaadkeeda 25-ka bisha 9aad buu ku aadan insha Allah taala marka laga bilaabo marka maanta oo ma aragtay bisha 8aad ay gabagaba ay tahay ila bisha 9-25-keeda waa si free baan dadka ugu shaqayn doonaa insha Allah taala waxaan kaliya noqon doonaa lacag qaabilaadii dadkii bukaanada la qaabilay iyo dawooyinkii oo maaraytay laga gadahay dadka loo qoray
ايغا لفتركود وحان كسمين دونا ان شاء الله تعالى قيمة دميس آدياد وبلارن بان كسمين دونا ان شاء الله تعالى سي ماركتا ولا لبضان ما رأيتاي فرصة سيقو فايديستان عنقنا انو دعين ان شاء الله تعالى موسى محمود جيسو ستار تيفي مقدشو